النهارده هنعمل شرايح فراخ مشويه لو فاضله من الفطار بمستردة العسل. مكونات الساندوتش: شرايح فراخ مشويه لو فاضله من الفطار، مايونيز، كريمه لباني، شويه بصل مخلل، ده طبعا هنضيفه للمستردة والعسل. مستردة وعسل، نجيب الكبه نحط فيها المكونات. مايونيز، معلقة كريمة، مستردة، ناخد البصل المخلل، شوية عسل. نخلط، نحط الصوص،